ردود فعل غاضبة ومنددة بعد العثور على ورقة إجابة لأحد مترشحي البكالوريا تتضمن تطاولا على الجناب النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، أمر دفع أئمة وناشطين لتنظيم وقفة احتجاجية في ساحة الجامع السعودي بنواكشوط، طالبوا خلالها بالتحقيق في الحادثة وإقامة حد الردة على المسيء. كما دعت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي في بيان صادر عنها إلى فتح تحقيق إداري سريع في هذه الحادثة الخطيرة لمعرفة المسيء وإحالته فورا إلى القضاء لإنزال أشد العقوبة المستحقة عليه، وهو المطلب الذي دعا له العديد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، لافتين إلى سهولة التعرف على صاحب الورقة منزوعة الاسم بالرجوع إلى الأرقام التسلسلية لدى سكرتيريا إدارة الامتحانات. وتداول بعض المدونين الصيغة الجديدة للمادة 306 من القانون الجنائي الموريتاني، والتي تنص على أن كل مسلم ذكرا كان أو أنثى استهزأ أو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته أو كتبه أو أحد أنبيائه يقتل ولا يستتاب، وإن تاب لا يسقط عنه حد القتل. ومع مرور الساعات والأيام على الحادثة، ما زال الرأي العام الوطني ينتظر الكشف عن اسم صاحب ورقة الإجابة التي عثر عليها مصحح البكالوريا وتحمل إساءة لجناب النبوي. وتسلم أوراق البكالوريا للمصححين دون إفراقها باسم صاحبها، وهو تقليد متبع من أجل ضمان الشفافية في التصحيح وعدم محاباة التلاميذ، حيث يستعاض عن أسمائهم بأرقام وهمية. وأورد صاحب الورقة بعض شبهات المستشرقين المسيئة للإسلام، وهي شبهات كثيرة ما رددها الملحدون العرب في مؤلفات مشهورة.